التحدي 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 قوم دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع ايه تحدي أهلا سليم في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة وتحدي جديد من حلقات برنامج تحدي. كتير من الناس لما نتكلم في هذه الحلقة هيقول لك أنتوا خلصتوا التعليم وخلصتوا الصحة وخلصتوا كل حاجة، وهتتكلموا النهاردة في تطبيق مادة الموسيقى داخل المدارس ولا لأ. عايز أقول لهم أنه الأمور لا تؤخذ بهذا الشكل. عايز أقول لهم أن احنا لما بنناقش، لأن احنا لما طرحنا هذا السؤال على صفحة البرنامج النهاردة وجدنا هذا الطرح، وأنا حبيت أنه الرد على هذا الطرح يكون في بداية هذه الحلقة، أنه عندما نناقش مسألة ما نناقش ما يطرح على الساحة لكي نتبين الآراء، لكي نناقشها، لكي لا نترك شيئا إلا وأن نكون قد ناقشناه من وجهتي نظر مختلفتين كما عودناكم في هذا البرنامج. حول هذا الموضوع، موضوع تطبيق مادة الموسيقى في المدارس، يشرفني في هذه الحلقة أنا أستضيف فضيلة الشيخ محمد البنا مدير عام بوقاف الشرقية. مرحب بك. الله يخليك، منور بك. على الجانب الآخر أستاذ طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، مرحب بك. أهلا بك. منور. أهلا بك. في بداية هذه الحلقة خلينا أسألك، أنت شايف تطبيق مادة الموسيقى داخل المدارس أنت شايفها إزاي؟ هو خليني أقول لك بداية، تطبيق مادة الموسيقى مش حاجة جديدة. هي الموسيقى مادة في المدارس من قديم الازل. حضرتك درستها وانا درستها، وفضيله الشيخ لو هو مش ازهري يبقى درسها في المدارس العامه. كويس. ولكن احنا بنقول ايه، مشروع احياء اوضه الموسيقى، عوده اوضه الموسيقى لفعالياتها من تاني في المدارس. ايه المغزى من ده؟ يعني ايه المغزى من ده؟ عده اشياء، اولهم افاق وتخيل الطفل ووسع فكره. يعني لو جينا لليابان هنلاقي اليابان كانت بتقبل الطفل في المدرسة وهو في القرن الماضي لابد ان يجيد التعامل مع الكمبيوتر، مش بروفيشنال يعني، يجيد عارف ان دي كيبورد، عارف ان ده مينيتور، عنده خلفية عن عنده خلفية. النهاردة اليابان بقت تقبل الطفل في الكيجي وهو بيجيد التعرف على اربع آلات موسيقية. لما سألوا ليه اربع آلات موسيقية في الحكاية دي، قال لك لان الموسيقى هي 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 علم الخيال، هي يعني الموسيقى دي انت بتبدع ابداع، فبتفتح افكار الطفل وبتنمي افكار الطفل وهو صغير، على يعني بتربي الطفل على الابداع على الخيال، بالتالي بيفيده ده في المناهج بتاعته التعليميه. لما يبقى مبدع في شيء بيبقى المناهج التعليميه بالنسبه له يعني حاجه مكمله، مش بتنشط الذهن، بتوسع الافق الذهن وتشغل خلايا الذكاء اللي جوه مخه. هكذا قالوا اليابانيين. ده جانب، وده جانب علمي اللي هي وزاره التربيه والتعليم طبعا متبنياه. الجانب بتاعنا كموسيقى كنقابه موسيقيين، ان احنا في، خلينا نعترف كلنا ان احنا في حاله تردي احنا بنعيشها. في ايه بالظبط؟ في الموسيقى. يعني في حاله تردي احنا المجتمع المصري بيعيشها بقاله سنوات طويله، يعني مش طويل يعني، يعني فين ام كلثوم؟ فين عبد الحليم؟ فين عبد الوهاب؟ هل الخالق موجود والخالق قادر انه يخلق كل يوم ويبدع كل يوم في خلقه؟ هل ترى ان الموسيقى ابداع؟ هل انتهى؟ لا ما بقصدش، هل انتهى الخالق عند خلقه ام كلثوم؟ في ام كلثوم ثانيه؟ لا، في ثانيه وثالثه وعشره وميه ومليون، لكن هي فين؟ احنا مقصرين في ان انت تكتشف ام كلثوم دي. طب ام كلثوم دي تطلع منين؟ من القاعده العريضه من المجتمع المصري اللي هي ايه؟ اللي هي 20 مليون طالب او تلميذ بيدخلوا سنويا في المدارس. انت عندك المدارس طاقتها، عايز تقول لي انه الاهتمام بالموسيقى هيخرج لنا ام كلثوم وعبد الحليم مره ثانيه، هيعيد من تاني الرياده المصريه، ويعيد من تاني الذوق. يعني خلينا اقول بجمله كده بين قوسين، في مواجهه لحاله التردي او في تصدي لحاله التردي الموسيقي والغنائي اللي بنعيشها الان. يعني انت شايف ان في تردي فعلا في حاله الموسيقى في هذه الايام؟ انا قلت غير كده انت هتقول لي انت ما بتقولش الحقيقه. فضيلة الشيخ لو قال انا قلت غير كده قول انت بتقول ايه. ايوه دي حاجه. متفق مع الموسيقى كتطبيق ولا لا؟ لا ده موضوع تاني، بس بس بنتفق على ان حال تردي، حال تردي مش معناها حال تردي كامله. مش بنقول ان كل اللي على الوسط او كل اللي على الساحه يعني نسبه كبيره، لكن لا، هنقول الاصوات الكبيره موجوده والاصوات العميقه موجوده والاصوات اللي هي الرموز اللي بنتباهى بيهم على ابناء العمومه في الشرق الاوسط موجوده، بس بنسبه ايه؟
من مقارنة بالنسبة اللي كنا عايشينها في الثمانينات والسبعينات. اتعكست. طب والذوق العام راح فين؟ طب والذوق العام لما تيجي تقول الناس عايزة كده، الناس عايزة تسمع ومش عارف ايه وايه والكلام ده، هنقول الناس عايزة كده. هسألك انا سؤال، والناس عرفت كده منين؟ مش لما احنا قدمنا كده، احنا مش انا يعني، لما المجتمع قدم كده او الوسط بقدم كده، الناس تذوقت كده، عرفت ده خلاص بقى هو ده. انا اقف مكتوف الايدي ولا نواجه ده؟ هتواجه ده ازاي وتغير فكر الناس ازاي لما تقدم له الاحسن؟ لو قدمت له الاحسن هيلفظ هو، هيلفظ هو ما شافش غير ده، هيلفظ اللي كده ده. هو هيلفظه لوحده، لان اصلا المصنف ده عمره ضعيف في يعني لما تيجي تتكلم عن ام كلثوم، تيجي تتكلم على اي من النجوم الكبار، هتلاقي عالق في ذهن الناس، حتى الاطفال اللي لسه ما تعرفش حاجه في اي حاجه بتسمع الودن بترتاح. رحم الله حسن بن الصعود مره عمل لي تجربه في عربيته، الموسيقار الكبير الله يرحمه حسن، بالمناسبه احنا بنحتفل بذكرى وفاته من اسبوع، الله يرحمه. قال لي واحنا في العربيه هعمل معاك تجربه كده، ايه هي؟ كره حلوه اسكندريه. حط سي دي من اللي هو كده دب دب ورزع، ومش فاهمين اصلا هي غربي ولا شرقي ولا ايه ولا ايه، في الاخير على رأي هو ده بزراميط. اسمع، سمعت الودن تقززت، يعني الودن ما كانتش مستوعبه او مش مستمتعه او مش عايزه بيحصل او بيتقل. او مش عايز. طلع السي دي وراح حاطط سي دي لام كلثوم. قال لي ايه رايك، حالتك؟ قلت له انا ودني ارتاحت. قال لي تعال نعكس. كويس، تعال نعكس. بص تعال نعكس، ندخل سي دي لام كلثوم خلي شويه ونطلعه وتعالى نحط كده تاني. فاهم ازاي؟ يجي لك حاله من الهستيريا، حاله من كويس. بتقول ان احنا بنعيد احياء الموسيقى او ذوق الموسيقى مره اخرى، وبننمي خيال الطالب وقدرته على الاستيعاب مره اخرى. مظبوط كده؟ تمام. طيب على الجانب الاخر، فضيله الشيخ محمد، كيف ترى تطبيق ماده الموسيقى او احياء ماده الموسيقى داخل الفصول الدراسيه او المدارس مره اخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، امام المتقين وسيد الاولين والاخرين. ثم اما بعد، دعني ارحب بالاستاذ طارق مرتضى، طبعا من احب الناس الى قلبي، وطبعا ده رجل له باع طويل وخبير ومستشار اعلامي بالنسبه للموسيقى، وهو بيعبر من وجهه نظره بالنسبه لتطبيق الموسيقى. ودي طبعا ايه، كل واحد بيدلو بدلوه في المجال اللي هو بيتكلم فيه. ولكن المفروض يعني من وجهة نظر أنا ومن وجهة نظر الدين، أن تطبيق الموسيقى أو تدريس الموسيقى بالنسبة للطفل في المرحلة الأولى يعني مش هتخدمه دينيا، مش هتوسع الأفق بتاعته دينيا، مع احترام الأستاذ طارق ليه. لأن احنا زمان لو رجعنا لزمان كنا كانت في كتاتيب منتشره لتحفيظ القران الكريم، كان بيبدا الطفل من سن 4 سنوات بيروح للكتاب بيتعلم الحروف الابجديه، بيتعلم بي 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 بيسمع القران تلقيني. القران فعلا هو بينمي ذاكره العقل، وبينمي فعلا بقوي ذكاء العقل بالنسبه للطفل. ايهما افضل، الموسيقى اللي بتوسع الافق ام القران الكريم؟ ولذلك تم الموسيقى كما كانت موجوده ايام. شايف ان القياس هنا مظبوط، فكره القياس الموسيقى مقارنه بالقران؟ لا طبعا، لا احنا بنتكلم بالنسبه، اصل الاستاذ طارق تطرق ان الموسيقى فعلا بتوسع افق الطفل. يعني اذا كان في موسيقى بتوسع افكار لو في موسيقى بيتعلم الموسيقى وبيتعلم القران لا ما اتفقوش، ما اتفقوش الاثنين ما اتفقوش مع بعض. ليه؟ لو جبنا اناء وحطينا فيه مثلا نار او ميه، الاثنين ياكل كل واحده تاخد دورتها، طبعا ما يتفقوش. اللي بينمي فعلا ذكاء العقل وبينمي وبيوسع افقه القران الكريم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، او زي ما القران قال، واخد بال حضرتك. وبعدين طب ما ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه الموسيقى وكانت فيه المغنيات ودور المعازف والحادي، ولكن كانت فين؟ في دور الخمور والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام ده خالص، نهي تام. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول كنا نعلم ابناءنا القرآن الكريم، أول حاجة الأطفال اللي هي لسه، القرآن الكريم وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما تطرقش للموسيقى، الموسيقى دي شيء مستحدث، واخد بالك؟ ولكن بالنسبة للطفل اللي أنا عايز أربيه وأنميه دينيا وأخلي العقيدة بتاعته عقيدة قوية جدا وأنميه ذهنيا ووسع أفقه، ما فيش أفضل من القرآن الكريم.
افضل من القران الكريم. يعني موضوع تطبيق، عايز تقول لي نستبدل الموسيقى لتنميه الخيال ومهاره الطفل بالقران الكريم؟ يبقى افضل بكثير، افضل. لان اصل يعني ده راجل، ده شاب مسلم او طفل مسلم، ده طفل مسلم لما يتربى على العقيده والاخلاق والقيم والمبادئ ويحفظ القران الكريم، والقران الكريم بيوسع الافق بتاعته فعلا، وفعلا بينميه علميا وبينميه ايمانيا وبينميه اخلاقيا، هو القران الكريم. لكن الموسيقى يعني مع احترامي للاستاذ طارق، لو يعني ايه العائد اللي هيعود على الطالب اللي هو هيدرس الموسيقى باشباع؟ هو ترقب اليابان وقال ان هي بتنمي، احنا كدوله مسلمه، ما احنا للاسف احنا مش عاوزين نتقلد بالغرب، والغرب لهم اباحيه يفعلوا كيف يشاء، موسيقى طرب له، هم كمان ما عندهمش قران. الله يبارك فيك، هم يفعلوا ما يشاء، اصل مش حدهم عقيده زي حدنا، احنا حدانا عقيده وحدانا مبادئ وحدانا الازهر وحدانا، اصلا احنا مصر هي اللي بتدرس للناس دي الدين، وهي اللي بتعلم الناس دي الاخلاق، وبالك احنا مش عاوزين نتشبع بهم ونقول مثلا اليابان وامريكا وكذا وكذا وكذا، ده 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 نظامهم ودي عقيدتهم وده حياتهم الخاصه، المفروض احنا مش نتقلد بهم، المفروض نتقلد باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم القدوه وهم الاسوه الحسنه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز. طب احنا افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ما هي كانت الحاجات دي موجوده ايامهم، بس احنا النهارده طورنا الموسيقى ووسعنا فيها كمان، واخد بالك؟ حتى الصحابه رضوان الله عليهم. التوسيع ده فيه مشكله؟ فيها مشاكل. ايه بقى مشاكل؟ قال لك المشاكل دي بيتلفوا عن ذكر الله عز وجل. مشاكل الموسيقى دي وتوسيع الموسيقى فعلا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا بغير علم، ولك لهم عذاب مهين. طبعا يعني هنا لهو الحديث، يمكن الاستاذ طارق يفتكر معايا ان احنا اتناقشنا في حلقه تامه حول الغناء والشرع، فاكر مع الاستاذ نصر؟ صحيح. واتكلمنا يعني ايه لهو الحديث، واتكلمنا يعني ايه الغناء المباح، واتكلمنا للصحابه رضوان الله عليهم انكروا الكلام ده نهائي، ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لتكونن فئة من امتي، فئة من امتي يستحلون الحرة والخمر والايه والخمر والمعازف، يستحلون يعني كلمة يستحلون، علماء الحديث قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار في هذا الحديث ان هناك شيء محرم، وهو ايه؟ الحرة هنا معناها الزنا والعياذ بالله، والحرير طبعا لبس الحرير محرم على الرجال، والخمر طبعا محرم نصا كليا تمام بالنسبة للشرع، والمعازف قالوا المعازف اللي هي أداة اللهو والطرب وأداة الموسيقى الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها تحريم نهائي، تمام. فما بالك انا لما اجي يعني ادرسها للطالب المسلم الطفل اللي هو لسه بيحبو للحياه، الله يبارك، يحبو للحياه وعاوز يتعلم امور الدين الصحيحه، انا هدرس له الموسيقى ازاي؟ يبقى انا كده فعلا بقول له خد الموسيقى اهي وسيب الجانب الديني بقى نهائي خالص. كويس. بسيبه يعني كده يعني بنهيه عن هو يحفظ القران، ابعده عن القران وبفضل الموسيقى وبقدم الموسيقى. الله يبارك فيك. اخد تعليق الاستاذ طارق مرتضى على ما طرحه فضيله الشيخ محمد البنا، ولكن في الفقره الثانيه من هذا البرنامج، وهي فقره بدون تحفظ للطرفين ان يعلق كل منهما على كلام الاخر. ننتقل لهذه الفقره ونعود مره اخرى. الفقرة الثانية من هذا البرنامج نناقش في هذه الحلقة تطبيق الموسيقى في المدارس ما بين مؤيد ومعارض. ستار فضيلة الشيخ محمد بيقول ان الموسيقى مكانها تدرس في اماكن الخمور والرقص واللهو وما الى ذلك، ليس مكانها ان تدرس في المدارس. كيف ترى ذلك من وجهة نظرك؟ فضيلة الشيخ محمد راجل مخلص جدا لعمله ومخلص جدا لعقيدته. شكرا. وانا شخصيا انا معجب باعتداله، انا شخصيا معجب باعتداله، يعني شايف انه هذا التقييم اعتدال، ولكن هذا التقييم اعتدال، ولكن ما تسخنش، لا يجب هذا التقييم اعتدال، انا بقول لك ولكن طيب ولكن ولكن لا يجب اولا ان احنا نحط القران الكريم في مقارنه مع اي شيء في الوجود، في الارض، في السماء، في اي حاجه. فانا ضد ده ومش هناقش ده، يعني القران هو القران الكريم، هو كلام الله، ما ينفعش ادخل واتكلم فيه واقول فيه افضل او فيه حاجه اشبه او تضاهيه، ما فيش طيب. فده موضوع، ولكن انا بتكلم في حاجه تانية خالص، انا مش راجل دين علشان اتكلم واجادل مولانا في الدين، هو اعم واشمل واعلى مننا في ربنا يبارك فيك يا فندم. ولكن احنا بنتكلم في ايه؟ هو راجل مخلص يخلص في الحته بتاعته. احنا قدم الدين، ام كلثوم كانت حافظه القران كله وهي طفله وكانت بتغني،
تمام. ومن القرآن هي جودة اللغة العربية. وانا يعني انا على فكرة بحب اسمعها جدا. ما احنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت برضو من سنة او اكتر ان احنا في الاخر اتفقنا ان الموسيقى هي مش حرام. يعني الموسيقى مش حرام. اتفقنا الحلقة اللي فاتت. لا احنا قلنا اتفقنا ان في غناء مباح. وقلنا ان فضيلة الموسيقى حرام ولا حلال. وقلنا ان قلنا بنص الاحاديث ان اكتر الموسيقى إنه حرام. لا اجتمعنا المرة فاتت قلنا ان فضيلة شيخ الازهر نفسه ما حرمش الموسيقى دي. واحد الشيخ الشعراوي عنده رأي في هذا الكلام ما حرمش فيه الموسيقى ومدول أهل العلم وأهل الدين. فاحنا ما كانش فضيلة الشيخ انا باخد رايه كاهل علم وكاهل دين. ما هوش فضيلة الشيخ كان في الحلقه اللي فاتت برضه احنا لا بتكلم يعني ممكن في اعدل على هذه الجزئيه. اعدل على المنبر يعني. كان في نفس المنبر فضيلة الشيخ في نفس كان في نفس المنبر نفس القعده. حلال ولا حرام؟ احنا قلنا بنص الاحاديث حرام. يعني اجمعنا على فكره يعني الموسيقى حرام. يعني المذاهب الاربعه حصل حاجه حرمت الموسيقى؟ لا 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 اجمع المذاهب الاربعه مش هدخل في الحته دي. ماشي ليه؟ مش ما احنا اصل لو دخلنا اذا كانت حرام وهنطبقها يبقى بنطبق حاجه حرام. نرجع للعلم. انا عايز انا هدخل فهتكلم من الموسيقى. هو اذا كان العلم ضد الدين طيب اذا كان العلم ضد الدين هنطبقه؟ مصر دي دوله اسلاميه ولا دوله ايه؟ دوله اسلاميه. كويس. والموسيقى بتدرس في المعاهد والمدارس المصريه من امتى؟ من اول ما بدات المدارس المصريه صح؟ تمام. طيب مر علينا شيوخ من الازهر الشريف كتير، مر علينا مفتين للديار كتير، مر علينا ائمه وعلماء كتير، لم يتطرق احدهم والا ماشي. شيخ الازهر لو قال ان الموسيقى حرام لا تدرس في مدارس الدوله اللي هي دوله في الاخير اسلاميه. هو الشيخ الازهر بيحلل او يحرم وبعدين يتم تطبيق او لا تطبيق؟ الشيخ الازهر اذا الشيخ الازهر طلع الصبح قال النهارده الموسيقى حرام، لو قال الموسيقى هيتم حرام هيتم عدم تطبيقها في المدارس؟ ما تدخلش لما جمل فايده الماليه، الفايده الماليه واذكر في التسعينات او في الالفينات تقريبا وحصل جدال على الفايده الماليه في البنوك. المفتي حلل الفايده الماليه لما حصل جدال مناوشات مين اللي يقول حرام ولا حلال؟ مش انا. المفتي قال لا الفايده الماليه حلال من البنوك. بناء عليه البنوك عملت بهذا التشريع وبدا المودعين اللي حضرتك وحضرتي يحطوا في الورق. المفتي اضرب بافتائه مش احنا اللي هنقول ده صحيح. كل واحد بيتحمل مسؤوليه افتائه. المفتي اضرب افتائه. ولكن انا ليه ان انا النهارده لو المفتي فيها غلط تاخد الشبهات. بس دي اجتهادات. يعني دي اجتهادات. مفتي الديار كل واحد بيجتهد من وجهه نظره. بس الاجتهاد ده الاجتهاد عشان بس ما تدخلش في قصه الاجتهاد غير مسؤول يبقى من واحد غير مسؤول. لكن لو اجتهاد من مفتي الديار فاصبح مش اجتهاد اصبح الزام. لا النهارده لو المفتي انا اصبح الزام طبعا. لا انا هقول لحضرتك حاجه. انا الدكتور طنطاوي الله رحمه الله عليه درس لي اني شريعه ودرس لي اني فقه ودرس لي اني سيره وغضب حضرتك ودرس لي مواد كثيره في اصول الدين ماشي. وفي فتره من الفترات حرم الربا نهائي قطعا. ده انا محتفظ بمقالاته ايام ما كان عميد كليه اصول الدين وايام ما مسك الافتاء وايام فتره من الفترات. في فتره من يعني الفترات يعني عقبها فترات تانية حلل هذا. الله يبارك فيك. طيب ايام ما كان ماسك عميد كليه ازاي حرم هذه الاشياء كلها؟ حرم التعامل مع البنوك وحرم القرض والايداع والسحب والحاجات دي كلها. ولما اجى مسك دار الافتاء واصبح مفتي نفى كليه ما قاله ايام ما كان ماسك عميد كلية اصول الدين. ده سؤال انه المنصب السياسي ممكن يتحكم في قراراتي او ممكن يتحكم في هو مش معانا رحمه الله عليه. انا بقول لك دي حاجات انا مش هقدر اعلق عليه. ان هو القياس على فكره هو المنصب السياسي له قراراته. بس واخد بالك وكان المفتي له منصب سياسي. لا دي حاجات يا استاذ في المنبر الديني ممكن بعد اذن حضرتك ممكن في حاجات تنفرض على المفتي واخد بالك ويقولها. ممكن يعني دي مش حاجه منصب سياسي لا ممكن دي تكون حاجه داخليا يعني حاجه انفرضت عليه قول كذا قول كذا. ده مش ممكن يكون مش دين. معلش انا عارف ان هتزعل شويه بس فعلا الحاجات دي بتنفرض. انا واحد من الناس بتجي لي تعليمات كمدير عام يقول لك اعمل دي واعمل دي وبنفذها على الرغم ان انا حاسس ان فيها ممكن تكون يعني بتنفذها ليه وليه بتنفذها؟ امر اضطراري. انت مضطر. امر اضطراري اداريا ولكن دينيا اعتقد انك مش هتنفذها. معلش لا ممكن. لا امر اضطراري اداريا ممكن دينيا ما ينفذها. لا 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 مستحيل. لا لا مستحيل. لا 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 انا من معرفتي من الشيخ محمد هو اللي بيقول. لا الشيخ محمد خليه يقول تاني الكلام. انا مستحيل ان ده ممكن يجي لك امر اضطراري انقل طارق وديه هنا هات فلان. انا بتكلم على الامور الاضطراريه. انا بتكلم على الامور الاضطراريه كلام في خطبه معينه. الكلام الدين كلمه في مش عارف ايه. ما انا هقول لك لا الدين ثابت ماشي. الدين ثابت ماشي. ولكن مثلا انا بتكلم عن واحد زي المفتي مثلا لو في حاجه هتمشي بالقياس المفتي هو حضرتك
ما انا هقول بالقياس. المفتي هو راجل دين والمفتي راجل دين. ماشي هل ماشي. هل ممكن يجي لك تصدير من الدوله اضطراري في الامور الدينيه عكس معتقداتك وعكس الدين ما بيقول وتنفذها؟ ما انا قلت لك وانا ضربت لك مثلا. لا انا بدي دي ماشي جاوبني على دي. ماشي ممكن ممكن ممكن, ممكن. لا لا ممكن صحيح. انا مش هكمل ما اقدرش ما اعرفش. لا لا انا اقول لك ليه ممكن ليه لا حاجات يعني احنا دينيا صدقني ضد الدين. ليه ليه بقى ليه 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 هيقول لك ليه الدكتور خالد بقول لك ده ممكن يكون امر سياسي. ده امر سياسي خلاص. الشعراوي يا صديقي العزيز تنحى دي فلتة ورمى الوزارة دي فلتة علشان ضد الدين. ماشي بيقول لك دي مش شاذة عن القاعدة. دي فلتة. اني الوقت اني شايف في الساحة انت ادرى كل حد ادرى يعني يعني ما اقدرش اقول بس انت خبير في المجال بتاعك وادرى بيه وعارف كل صغيره وكبيره فيه. واني في المجال بتاعي عندي حسيات وعندي يعني عندي يعني الواحد اكتشف حاجات فعلا بتنفرض على مثلا اللي هم اصحاب الكراسي. نفس في الدين عادي جدا. هو بالنسبه عادي والامور بتتسوى عادي. طيب امر خلينا ننط الحته دي ونرجع. طيب هي مش عايز اخوض فيها لانه الخوض فيها كثيرا لن يبدي نفعا. بلاش منها نرجع على الموضوع بتاع الموسيقى. نتيجته سيئه جدا. نرجع على الموسيقى. طيب بالنسبه لموضوع الموسيقى انا اعتقد من وجهه نظري ومولانا اكيد ممكن يتفق معايا ان حضرتك لو جودت في 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 الحته بتاعتك ما حدش يقدر يقول ان القران مش هو اللي بيوسع المدارك واللم الذكاء والخلق وما حدش يقدر يتكلم ولا فيها اي فصال. ولكن حضرتك لو جودت في هذه الجزئيه اللي فيها قصور كبير جدا في المدارس التعليميه في مصر وفي النشأ اللي بيطلع فهتكون انت انجزت شيء. واتركني اجود في الحته بتاعتي برضو اللي هي اليابان اللي احنا بنحلم نكون ربعها. مش ان اليابان دوله كافره فبالتالي لو ربعها طبع على دوله كافره. لا انا ما بتكلمش على مش بتكلم في الدين. انا بقول لك انا بتكلم بقول ان اليابان احنا ما نحلمش نكون ربع اليابان بنسميها في الـ في الـ في الناس اللي عاملين. خليني اسالك سؤال مباشر. هل لو طبقنا الموسيقى في اليابان زي اليابان هنبقى زيهم؟ يعني هي دي اللي واقفه عندنا عشان لا عندنا في حاجات كتير. لا طيب بس ليه ما ابداش؟ انا بقول لحضرتك جيد في مكانك بدل الموسيقى. لا لسه حضرتك كلامي كان واضح وصريح. بقول للمولانا جود في مكانك. انا مقتنع بيه ومعتقد بيه ومؤمن بيه لان اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن سيبني اجود في مكاني وتعالى احنا اتنين نمشي في توازي مع بعض ونوصل بان الطفل بتاعنا في المدارس يرتقي. ولو هو دلوقتي اندر زيرو يعني الطفل بتاعنا في المدارس تحت الصفر. تعالى نرتقي بيه حتى نخليه 2/10. حضرتك خد 1.5 وسيب لي نص انا اجود فيه. اعتقد ان الهدف واحد في الاخر. انا بتكلم علميا وليس دينيا. انا عارف انك بتتكلم عن القران مع الموسيقى والاثنين بعض. لا طبعا الاثنين ما هيتفقوش لان الطفل طبعا عمره ما هيستوعب القران والموسيقى الاثنين في ان واحد. انا اديتك مثل بام كلثوم. ما انا هقول لحضرتك ماشي ماشي لان ام كلثوم اصلا حفظت القران قبل ان ايه تصل الى الغناء. واللي وصلها للغناء صوتها الجميل. ام كلثوم غنت حفظت القران غنت 8 سنوات. ام كلثوم غنت 8 سنوات في الموالد. ما هي في الفتره دي كانت حافظه القران. ما هتحفظ القران في 8 سنين في طب طبعا يا بيه. لا لا ما كانتش حافظه. لا لا احنا عندنا نماذج ما شاء الله على 6 سنين بيحفظ القران. شوف شوف اولا دي بتبقى نماذج خارقه للعاده. شوف يا صديقي ماشي في كتير جدا جدا من المطربين الموجودين على الساحه حافظين القران تمام وصوتهم في القران احسن من شيوخ كتير جدا. وده تمام. مش تقليل تمام. انا متفق ده معك مش تقليل. ماشي ماشي انا متفق معاك. وصوتهم في الاذان احسن من مؤذنين كتير جدا. ده مش تقليل برضو من الجانب الاخر. ولكن خلينا نقول القدوة الحسنة. ليه ما يبقاش انا اخلي الولد ده او البنت دي تطلع ما مش هتطلع يا موسيقية يا عالمة في الدين. ما هو شريحة المجتمع الله يبارك فيك اللي هتطلع مهندسة في الوقت اللي هتطلع طيارة واللي هيطلع ظابط واللي هيطلع صحفي ويطلع مهندس وطبيب. عايزين ننميه بس دينيا بس الاول. انا متفق معاك. الله يبارك فيك. انا متفق معاك تماما. بس انا بقول لك ايه بقى ارجوك قوم بدورك بالزبط. مش دورك كشيخ محمد ماشي ماشي لا صح بدورك كمعاهد تعليمية ازهرية سيبني بقى المدارس دي. المعاهد الازهرية بتدرس الموسيقى ولكن المدارس بتدرس بتدرس موسيقى؟ لا لا, لا ما بتدرسش بتدرس موسيقى. وعلى فكره لو اتدرست للاسف شيء لو اتدرست وتطبقت في التربيه التعليم ممكن الازهر ياخد. ازاي انت بتقول لي كده وهي مطبقه في التربيه التعليم من اول ما عملنا تربيه عيب عبد الناصر لما عمل المجانيه ماشي الحاجات دي بس عيب عبد الناصر يعني في داخل المدارس الحكوميه في آلات وفي موسيقى. امال ايه؟ انت حصه التربيه حضرتك ما حضرتهاش في انا ازهري اصلا
لا في الات حد من حد من وزاره التعليم على التليفون دلوقتي في الات في الات. لا انا بسال انا بس ايوه في دعم قصص موسيقى انا عارف الكلام ده صحيح وفي دعم من الشباب. بس ادخل الموضوع دلوقتي فضل الشيخ بيقول انه الموسيقى حرام والقران حلال الاثنين لا يتفقوا ما ينفعش يمشوا مع بعض فبالتالي مش هتعرفوا تتعاونوا مع بعض. انا ما قلتش نتعاون انا قلت حضرتك جود في الحته بتاعتك اللي انا مقتنع كويس هو هيجود فيها جود فيها لكن هو جزء اشياء حرام جود فيها او طلع تشريع من شيخ الازهر او من المفتي او قانون يلغي هذا الكلام واحنا تحت امرك. يعني اقول لك ايه طيب مش بكلمك على قانون يلغي او ما يلغيش بكلمك على اعتقادك الشخصي. اعتقاد الشخصي ان انا مش مقتنع بالكلام ده. انا مش مقتنع بالكلام ده وانا مش عشان ابقى ملتزم دينيا انا رجيت انا راجل حجيت مرتين راجل اعتمرت اكتر من 5 مرات ربنا يبارك مش علشان ربنا يبارك يقبل منك مش هل ده معناه ان البس جلابيه قصيره واطلق لحيه وكلام من ده؟ لا 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 انا عارف ديني لا لا انا عارف على ظاهر انا عارف ديني بص عارف ديني كويس واللي بقدر اعمله انا بس خليني اقول لحبيبي مولانا بس عارف ديني كويس واللي بقدر اعمله تجاه دي مش ملتزم تماما ولكن عارف ديني وعارف الحلال والحرام. صح هل ده معناه ان صحافه حرام؟ لا انا مش شغال صحفي انا شغال صحفي فن انا حاليا في الفن وتنقلت من قسم لقسم لقسم. هل فلوس الصحافه الفنيه حرام؟ ما فلوس من الدوله وبشتغل في الدوله ما عملتش حاجه غلط. انا مقتنع بده مقتنع ان كل ما يحدث داخل الدوله من ممكن حلال مش فيش حاجه حرام. طب انت لا ده موضوع تاني يحدث داخل الدوله كدوله لا سؤال او ما الى ذلك ما فيش مصدر هل ده حلال؟ على فكره بسال السؤال لا ما اقصدش كده سؤال يا استاذ طارق هل الناس كلها زي الاستاذ طارق؟ ربنا يبارك في عمرك يعني لا يعني انت راجل بيقول انا عارف دين وحافظ دين ويعني راجل ملتزم دينين ولكن بتمارس مهنتك صح بس الاهم حاجه انك محافظ دينيا ومحافظ على اخلاقك تماما. هل الناس كلها زي الاستاذ طارق؟ طبعا لا مفيش لا يعني لا طبعا لا مختلفه لا معلش في واحد هيتاثر بالموسيقى في واحد هيتاثر تاثير كلي بالموسيقى لان الموسيقى اصلا بتهيج الشياطين بتهيج لمواظه الشهوات عند الانسان. انهي موسيقى؟ طب الموسيقى الشهوانيه انا هقول لحضرتك حاجه هي الموسيقى فيها انواع ايه رايك طبعا ايه رايك لو احنا قعدنا سكتنا كده ورجعنا لورا شويه خطوه وسيبنا حاله التردي اللي بتاكل في خلايا المجتمع إيه كده كويس لا ما ماشي ماشي لو انت قلت انا هايدك لا ما احنا مش على ورا شويه ما احنا عاوزين حاله التردي دي يعني ما احنا يعني يا اما تكون موسيقى يا اما نمحي التربيه الدينيه من انا ما جبت سيره التربيه الدينيه ما هقول انت عارف الوقت بالعكس ده علامه تأييدي مش اصل مش مزاجي هو انا قلت غير كده ده انا هبقى راجل مش يعني ما ينفعش. انا هقول لك سؤال في نفس السياق ده فكره ان وزير الاوقاف بيقول عايزين نلغي الماده الدينيه ونحط مكانها ماده الاخلاق هل انت شايف ان ده يجوز ولا لا يجوز من وجهه ده مفيش حاجه اسمها ماده الاخلاق يا استاذ دكتور وزير الاوقاف وزير الاوقاف ماشي دخل كلام على طرح وزير الاوقاف لا يملك وزير الاوقاف يقول اللي هو عايزه انت وزير اوقاف كويس تشتغل في الاوقاف مش معنى بتبقى مشرف على مساجد انت مشرف على مساجد من مباني لحنفيه باظت على الدعوه على دعوه المساجد ودعوه الائمه ده على الدعوه هو مشرف دعويا على المساجد ولكن النهارده الدين وكلام من ده مش وزير الاوقاف مش وزير الاوقاف هو المنوط بالدين يعني امال فضيله الشيخ مثلا يبقى ايه وكيل الازهر الشريف وكيل عام باوقاف الشرعيه مدير عام باوقاف الشرعيه الاوقاف كاداره حاجه ولكن علم الدين دي حاجه تانية خالص ما احنا هنرجع تاني نقول الشيخ الشعراوي ما كانش ليه اي حيثيه في الدوله ده صحيح ولا خلاف من واحد نص واحد على الشيخ الشعراوي لا طبعا مفيش حد يختلف عليه لا صحيح لا انت فضيله لا محدش فيش خلاف على الشيخ يا سعاده الوزير ده مش منوط بدورك سياسة الدولة دي في ناس بترسم سياسة الدولة انت احد من يقوم بدور في الدولة ولكن هناك مجلس شعب هو اللي مسؤول ومنوط بهذا الكلام هناك اطروحات ممكن تطرحها وتقابل بالرفض او بالقبول زي الاطروحة اللي انت طرحتها لكن انا كطارق مرضان شخصيا لا طبعا ازاي تلغي الدين ده احنا بنقول عايزين نقوي دور الدين الله يبارك عايزين ندعم دور الدين عايزين نربي الولاد تربيه صحيحه دينيه صح ده صح ده اتفاقي مع الشيخ في الحته اللي الجزئيه الجزء اللي احنا فيه لكن الجزء الثاني انا ما اقفش اتفرج على حاله التردد اللي احنا بنعيشها واجي اقول لك اصل انا فين حتى رسالتي كصحفي فن فين ان اقول ان ده غلط الغنوه دي ايه الاباحيه وانا عندك بره جالي تليفون من احد البرامج في غنوه كارثه بتتعمل من اطفال صغيره وام اللي عايز اتكلم عنها وجالي حد تليفون وجاي بكره هوا مع في البرنامج ده نتكلم عليه ايه ده نقف نتفرج بنعمل ايه نقول لا الدين نرجع لورا هل ده دورنا هل انت هتبقى مبسوط هل المولانا اعتقد لا اعتقد طيب هل من الممكن لو طبقنا ماده الموسيقى داخل المدارس ان احنا نجد اطفال
نفس الاطفال دول واهليهم فرحانه بيهم وممكن يعملوا ده تاني ولا لا؟ تاني نقول حاجه اعدل لك حاجه بقى احترامي ليك، لو طبقنا الموسيقى في المدارس، احنا ما بنطبقش، احنا مش قاعدين هنا نقول هنطبق، هو هي اطروحه احيينا ماده الموسيقى مطبقه في المدارس، احيينا ماده الموسيقى مره من الخمسينات كويس. ايوه ولكن بنقول دورها مقلص. الالات الموسيقيه مرميه زي اللي عليها تراب وعليها تراب، ما فيش استخدام، ولكن في دعم من الدوله لتحديث الالات ديت، في مرتبات بتصرف للمدرسين ومش عارف القائمين على هذا المجال في المدارس بالملايين شهريا، في 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 في، ولكن ما فيش تفعيل. احنا كل الموضوع يا جماعه فعلوا علشان تجيبوا الموهبه اللي بجد تظهر للناس، للناس نواجه بيها حاله التردد اللي احنا عايشينها. ده المفهوم، ده الموضوع. ده الموضوع. على فكره قوبل باستحسان جامد يا جدا يا مولانا، وقوبل باستحسان. يعني انا اتكلمت مع السيد وزير التعليم الاسبق السابق واتكلمنا في هذا الامر وبتاع، وقابل الموضوع بترحاب وشايف وايده جدا. طيب ايده جدا كويس. على الجانب الاخر اخ فضيله الشيخ محمد، ولكن الفقره الثالثه والاخيره من هذا البرنامج، سؤالي فيها للساده المشاهدين، هل انت مع احياء ماده الموسيقى داخل المدارس مره اخرى؟ شاركونا باتصالاتكم واستفساراتكم في الاقمار تظهر اسفل هذه الشاشه وعلى صفحه القناه على الفيسبوك قناه صحه. ننتقل لهذه الفقرة مرة أخرى. الثالثة والأخيرة من هذا البرنامج نناقش في هذه الحلقة تطبيق أو إحياء مادة الموسيقى داخل المدارس مرة أخرى عشان الأستاذ طارق ما يزعلش. فضيلة الشيخ محمد، تعليقك على ما طرحه الأستاذ طارق من أطروحة داخل قبل الفقرة دي. ماشي. هو الأستاذ طارق تناول تطبيق أو إحياء تطبيق الموسيقى على المدارس. أنا طبعا يعني أني مختلف في جزئية إن هي تطبق على المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية دي لما تطبق عليها الموسيقى، خلي بالك، يبقى أني بشبع الطفل بالموسيقى، وطالما الطفل تشبع بالموسيقى على أساس فعلا زي ما هو بيقول تنمو منه مهارات، يبقى فعلا يعني أني يعني إيه بحيد وبعيد شوية عن الناحية الدينية، عن الناحية الدينية أصبح هينشغل فكريا وذهنيا بإيه بالموسيقى، يعني هينشغل كلية بالموسيقى وهيسيب الجانب اللي هو الديني زي ما احنا قلنا ايه فيها. لكن هو لو اتطبقت مثلا في المرحلة الاعدادية او الثانوية، يبقى فعلا الطفل هنا او الطالب هنا اصبح فعلا عنده عقيدة ايمانية صح، زي ما الاستاذ طارق قال انا حافظ دين وحافظ وحجيت وعملت وكذا، يبقى له حق الاختيار، ممكن يمشي في اطار الدين وممكن يتشبع بالموسيقى، بس الموسيقى مش هتمحو الدين ولا هتمحو الاخلاق اللي عنده، هتنمي فعلا الاخلاق اللي عنده كمان. واخد بالك حضرتك؟ فمرحله تطبيق الموسيقى في المرحله الابتدائيه دي هتبقى يعني مش كويسه بالنسبه للطفل. مش هتبقى كويسه. طبق امتى من وجهه نظرك؟ يعني انا لو في المرحله الثانويه تبقى كويسه. الثانويه؟ المرحله الثانويه ليه؟ لان الطالب فعلا اصبح الوقت يعني ذهنيا كويس. يعني عقائدين راسخ، الله يبارك فيك. عنده عقيدة راسخة، الموسيقى مش هتأثر على الدين ولا هتأثر على الأخلاق ولا هتزحز عن القرآن، بل ممكن تكون إضافة إله في رغبة في تنمية مهارة إله، في مثلا عنده صوت كويس ممكن ينميه مع حفاظه على الدين ومبادئ الدين وقيم الدين. واخد بال حضرتك؟ دي وجهة نظر يعني بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لتطبيق الموسيقى، ومش هختلف مع الأستاذ طارق بالنسبة للإيه؟ لإحياء للموسيقى، بس في مرحلة معينة، مرحلة الثانوية العامة، الثانوية العامة أو الكلية مثلا، أو على أساس أن الطالب عرف الصح والغلط. لكن الطالب في المرحلة الابتدائية ما يدركش، خلي بالك، هيتشبع فعلا بإيه؟ بالموسيقى، يعني كلية هيتشبع بها كلية، وهيفرغ نفسه إلها تماما. وخلي بالك أنت طبعا واحد مثلا لو ابني أنا مثلا في مرحلة ابتدائية وحلاقيه فعلا كل جهده وكل أمنياته كلها توجهت للموسيقى وانحرف عن الدين، أنا هزعل صح؟ أنا هتزعل ولا مش هتزعل؟ طبعا هتزعل. طبعا تطبقها في الابتدائية ولا في الثانوية؟ لا احنا هناخد بس من فضيلة الشيخ، إن فضيلة الشيخ قال لك تطبق، أنا مش ضد إنها تطبق، وتطبق في المرحلة الإعدادية وبعد الآية الثانوية وأدى للكلية، يعني هي تطبق ولكن اختلاف على المرحله، صح كده؟ تمام. يعني ممكن تروح لمرحله احنا كده خدنا ان هي حلال وليست حرام، يعني ما هو كده حلال ولا حرام يا دكتور خالد؟ ما اذا كنا نطبقها في ثانوي، انت خطفتها مني ليه؟ اذا كنا خدت من فضل الشيخ في ثانوي نطبقها ازاي؟ حرام في ابتدائيه ولكن حلال في ثانوي، يعني كده خدنا منك مشروعيه ان هي مش حرام. ادي واحد. لا احنا كده في تضاد، احنا دلوقتي على اساس تنميه المهارات، ده تناقض، هي حلال ولا حرام؟ بس احنا قلنا في البدايه خالص ده نص شرعي، يبقى حرام. نص مطبق حاجه حرام. الموسيقى هتنمي القدرات ولكن بجانب الدين، ده حضرتك قلت دلوقتي كده. تمام. ما ديش هذا زي ما انا شهدت. لا ما هو بيقول ان النص صريح انها حرام. ولكن قال هتنمي القدرات مع الدين، قال ان ممكن يطبقها في لو بعدين عاد مره اخرى في المرحله قال انها حرام، عاد مره اخرى ابتدائي لا،
مش هو ده موضوعنا عشان الشيخ حبيبي. بص يا مولانا نتكلم على الموسيقى ان هي ممكن تاخد من الدين او تاخد الولاد من هم يركزوا مع العقيدة او كلام من ده. كلام انا اختلف معاك تماما فيه، بمعنى ان عندك 8 حصص في اليوم او 7 حصص او 6 حصص في اليوم، بقى في منهم الالعاب اللي بيلعب لعبة معينة بيلعبها ما بتاخدوش من الدين. ادي واحد. بقى في تدبير منزلي للولاد، البنات بيطبخوا بتاخدهمش من الدين. ادي اتنين. بقى في ماده الماس والساينس والانجليش ومش عارف الدراسات ما بتاخدهمش من الدين. اشمعنى الموسيقى هتاخدهم من الدين؟ طب ما الكوره ما بتاخدهمش من الدين. يا صديقي العزيز انا اتصور ان لو كل واحد جود في مجاله هنطلع طفل رشيد. تمام. هنطلع طفل فاهم، هنطلع مش مساله ان هو تحصيل حاصل يعني يلا خد 8 حصص مشينا سلام عليكم. لا، راجل الدين او راجل المدرس الدين في المدرسة مش جاي يقفل 45 دقيقة في الحصة ويمشي. انت جاي مطلوب منك رسالة تعمل واحد وتوصل الطالب ده او التلميذ ده لكذا كذا كذا، ان هو الدين مش بيصلي بالعصاية، لا بيصلي باعتناق كامل ان هو ده عماد الدين. ده صحيح. انا اوصل له الفكر بتاعي ان انا عايزك تبقى التخيل بتاعك يوصلك لانك تبقى طالب عندك قدرة على الاستيعاب والتحصيل بموجب الخيال اللي انت عايش فيه والفكر والتنميه اللي انت وصلت لها من خلال الالات الموسيقيه. الالات الموسيقيه مش حرام، ما انت عندك الالات القانون والناي اكد انت الهويه المصريه. الامم دلوقتي بتقاس حضارتها بالموسيقى بتاعتها، يعني الامم الموسيقات بتاعتها. ما احنا مش عاوزين نقرر واحنا بقى من الغرب، لان الغرب احنا قلنا اعتقاده مختلف. برضو تاني انا ما بقولكش همشي في ده وده يرجع كده. اقول لك تعال امشي متوازيين، مش بتقول انه بيقاس حضاره الامم بالموسيقات بتاعتها دلوقتي. ده في الغرب. انت ما احنا بنقول لك لا، العالم احنا مش اصل احنا بنجلد الغرب دلوقتي في العالم. احنا بنفضل شيخ ضد ده. احنا دلوقتي بنجلد الغرب دلوقتي، عاوزين نتقدم زي ما هم تقدموا في الموسيقى، عاوزين احنا نتقدم كمسلمين زي ما تقدموا في الموسيقى. والله يا صديقي العزيز لو احنا بنقلد الغرب وهنوصل لهم بجد مع عماد الدين بدوركم، انا مش ضد ده وما اعتقدش ان في حد ضد ده، ان احنا نوصل مع الغرب حتى 10% من الغرب. ما هو يا ريت ما توقفليش طريق، ما هو يا ريت منحوا يعني حضرتك حاجه. احنا في حاجات بندرسها، احنا لو حفظنا على ديننا الاول كويس. انا معاك، متفق معاك. كل دورك. الله يبارك فيك. انا متفق معاك. كل دورك. بس هو الازهر والاوقاف وما الى ذلك مش قايمين بدورهم خالص خالص. لسه بنتكلم ونقول خالص سكه المراجعات ومش ما تجيش ارهابي تيجي تعمل مراجعات بعد ما تشبع بالفكر المتطرف وعنده 40 سنه او 30 او 20 سنه. مش الطالب مش لنا سيطره على الطالب الصغير. ما تعلم ازاي يا شيخنا؟ ما كل المساجد فيها لا 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 المساجد لا لا المساجد اللي هي تخضع للاوقاف والاوقاف مش المساجد لا تخضع للاوقاف. لا المساجد الاهليه من الوقت عدد كلها تخضع للاوقاف. طيب. وحاطين فيها خطباء مكافاه، لكن في مساجد يعني خاصه بجامعات شرعيه خاصه بانصار السنه دي فعلا الاوقاف مش عارف مين اللي قايم عليها، يعني اللي هم الجماعه السلفيين اللي هم فعلا بيبثوا افكار يعني مش كويسه او اللي عندهم فكر متجمد او عندهم تشدد في الدين زي ما وصى سلم. ومش ما احنا مش تحت سيطرتنا. ما لو تحت السيطره بتاعتنا احنا او نملكهم طبعا هنطرحهم جانبا. كنا لسه بنتكلم نقول لابد من تشريع ان مش اي حد يتحدث في الدين او يفتو في الدين. لابد من تشريع يمرر من خلال شيخ الازهر او من دي عايزه زمان قبل ما نطلع الهواء. انت قلت كلمه كويسه قبل ما نطلع الهواء، قلت فعلا المفروض ده دور مجلس الشعب هو اللي بيشرع. لا مجلس الشعب لا يعلم هذا. مجلس الشعب هو اللي تطرح الاطروحه بتاعتك كراجل مختص. انت شايف في خلل راجل اوقاف، في خلل في الحته دي، في مساجد بتدار وبتقدم دين عكس الدين او بتقدم الدين بشكل مشوه او بتقدم الدين الغير الصحيح. حضرتك تبرر ده مجلس الشعب ما يعرفش الكلام ده او الاعضاء ما يعرفوش. لا بيعرف. الاعضاء لا بيعرف. العضو مش مصدر التشريع دلوقتي للحكومه. هو المصدر ولكن ما يعرفش انت عايز تشرع ايه. ده دور انا لما احتاج انا قانون من الصحافه، مجلس الشعب مش عارفه الصحافه بتقن من ايه، ما هي الام الصحافه، لكن انا دوري ايه او نقيب الصحفيين بتاعنا دوره ايه؟ يقدم قانوننا في شكل قانون لمجلس الشعب عشان يمررها لنا. تمام. حضرتك قدمت امين المجتمع من قصور. حضرتك احنا الوقت حاليا الوزير حاليا دلوقتي هيضم المساجد دعويا على مستوى الجمهوريه بالكامل ايا كان نوعها. ايه الجديد في ده لو عمل ده؟ الجديد في كده بقى كل المساجد كلها هتخضع لوزاره الاوقاف وهي اللي هتشرف عليها. ممنوع اي حد يفتي بعيد عن الاوقاف الا بترخيص
ولا يعلو على المنبر الا بترخيص وبتصريح من الاوقاف، والاوقاف هي بتوزع عليه الخطبه. المنابر دي يا صديقي العزيز دي حاجه من الحاجات. هل هيضم ليها القنوات؟ هل هيضم ليها المدارس؟ لا القنوات دي بقى مش مهمة هناك. مش نبقى صديقي بلاش بقى. بلاش ما القنوات دي مش تبعنا. قالوها ليه؟ ما هو يتقال ان هو ما حدش يخرج القنوات يفتي غير بيرجوها. لا القنوات دي المسؤولين بقى، المسؤولين الكبار بقى هم. يا مولانا يا مولانا لو في تشريع قدمته مشروع قانون وقدمته لمجلس الشعب وتم تمريره، هيبقى طارق مرتضى لو طلع فتى على قناه هيعاقب بالقانون الجنايات كذا كذا ماده كذا من حبس من كذا لكذا. يبقى طارق عمره ما هيطلع لمجرد ان اطلق لحيه انت وقطع بنطلون ولبس جنايه. لو رجعنا الفكره مش في قطع البنطلون ولا في ده الكاركتر اللي بيطلعوا لنا دي. مش دي القضيه يعني الفكره كلها في ما يبص سموه. ممكن اطلع بدله واقول بس هو الكاركتر ده هم عشان بص. وكم كنا بنتكلم مع فضيله الشيخ، وكم من اشياء مش هنسميهم شيوخ طلعوا في نفس الزي بتاع فضيله الشيخ كده، لابس الجلباب ولابس والناس مش فاهمه حاجه غلابه، يقول لك اه ده مصدر للتشريع ويطلق الفتاوى هنا وهناك. الناس بتتكلم في انه قدامها شيخ. لا ده مش شيخ، ده اكل عيش ملوش علاقه بالموضوع. يقفل او تغلق هذه الحنفيه. الصنابير تغلق ازاي؟ من خلال مشروع قانون يتم تمريره من الافتاء او من الازهر او من الاوقاف لمجلس الشعب، ومجلس الشعب يسن القانون بعقوبات. يبقى النهارده طارق مرتضى راجل صحفي فني ماله ومال الدين، يطلع ازاي يطلق هنا فتاوى هنا هناك؟ اعمل كده اوعى تحترق القانون. لكن ما تقوليش هاخد المساجد. المساجد بالنسبه للمساجد. طب بالنسبه للمدارس والمدارس والمدارس انت عندك مدرسين دين بيطلعوا يحشوا الاولاد، وكم من نماذج واتقبض عليها، وكم انت حسب النظريه الامنيه بتقبض على 40% من اصل 100%، يبقى انت في 60% مطلقين العنان عمالين يلوثوا الاولاد هنا وهناك. صح يا مولانا ولا لا؟ ايوه كلام صحيح. وبيحشوا فكر الاولاد هنا وهناك. لا انتوا في قصور. طب في المدارس، في المدارس انت شايف انه ممكن ان يعني في البدايه انا بشوف ان النشء لو من البدايه طلع صح ما حدش يقدر يلوثه او صعب تلويثه. ده شيء طبيعي. كويس. ايه اللي ممكن نعمله عشان نمنع هذا التلوث الفكري في الدين او في العقيده لدى الاطفال؟ اولا هو المفروض يعني لازم يلزم اول حاجه نمنع الموسيقى. الموسيقى طبعا دي شيء معروف يعني عامه جميع العلماء معلش مع احترامي مش عارف ازاي تمنع الموسيقى. انا بحب ام كلثوم بسمعها يعني مش عارف مش جايه معايا. لا مش عارف محرمه حبيبي صديقي محرمه. ايه محرمه؟ بتسمع الحرام؟ محرمه. اسمعني بس محرمه الحرام محرمه. طب بتسمع الحرام؟ محرمه. بص هقول لحضرتك حاجه. طب بتسمع ام كلثوم؟ اه بسمعها والله. بتسمع حرام ليه بقى؟ لا ما هو انا في اغاني تنسمع وفي اغاني ما تنسمعش. يعني في حلال وحرام في الاغاني. يعني في موسيقى حلال وفي موسيقى حرام؟ اه في لا يعني في موسيقى حلال وفي موسيقى حرام. ما انا هقول لحضرتك سيبنا بقى نقدم احنا الحلال يا سيدي. ماشي ما احنا هنقدم. ده اللي بنقوله. ما احنا هنقدم الحلال. ده انا بقوله. يعني موسيقى ام كلثوم حلال؟ الدكتور خالد دلوقتي سال سؤال بيقول احنا نعمل ايه في المرحله الابتدائيه عشان بلاش نروح للمرحله. خلينا في الحته المحك طيب الحلقه. الموسيقى بتاعت ام كلثوم دي حلال؟ يعني لو سمعتها لا اؤثم؟ اولا النصوص الشرعيه، النصوص الشرعيه انا مش عاوز الف حوالين قولا واحدا. قولا واحدا النصوص الشرعيه. حاول تجاوبنا قولا واحدا. قولا واحدا قولا واحدا. موسيقى ام كلثوم حلال ولا موسيقى ام كلثوم حرام؟ لو النصوص الشرعيه اللي احنا قراناها ودرسناها فعلا حرمت ان الموسيقى بنوعيتها محرمه. ما انا هقول لحضرتك حاجه. ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بيقول ايه؟ حرم الله علي او حرم الخمر والمعازف والكوبة. فالعلماء يعني واحد من الصحابة بيقول له يعني ايه الكوبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له الطبلة نافسة محرمة. طبلة نافسة محرمة. طب ده حديث فعلا في البخاري للرسول صلى الله عليه وسلم. طب انا الف حواليه اقول ايه؟ ما برضه الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي. انا مثلا طبعا انا مش هقدر اجتهد مع نص ده. انا مش عارف اجادلك في ماشي سيدنا عمر بن الخطاب وده كان كلام كان بره الكواليس من سنة انا وحضرتك. لما راح يعيد على الرسول عليه السلام ولقى صوت مغنى في بيت الرسول عليه السلام فبيقول له غناء في بيت الرسول. ده سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر. اه سيدنا ابو بكر. اه جاريتان يغنيان في بيت الرسول. في بيت رسول الله. بس ما الرسول رد عليه. ما ادعهم انهم عيدهم بس هم ماشي. كان ادب الرسول يحرم الغناء في بيته. ما انا هقول لحضرتك حاجه. انا مش هجادلك ولا كان في ضابط. لا انا مش هجادلك في الدين. مش فكره مجادله. نتبين. ماشي. خلينا في ان الموسيقى للارتقاء بالشعوب. انا لا ده موضوعي. ماشي. الموسيقى والارتقاء بالشعوب. الشعوب يعني ايه؟ انا بتكلم على شعبي انا، شعبي اللي تلوث. الاولاد اللي بيقول لك الشبشب ضاع في غنوه، الواد بيقول لك مش عارف ايه واقف على شباكي في غنوه، الاولاد اللي دلوقتي بيقول لك ما اعرفش مين بالسنجه في غنوه، ما اعرفش مين. نسيب دول؟
ايوه ايه رايك نسيبهم ولا نقدم نتصدى؟ لا ما احنا عايزين حاجه فعلا يعني عايز قدم يعني حاجه قدم حاجه تليق بالدين وبالشعب المصري بس هو ده اتفقنا. ايه هي بقى اللي ممكن يليق بالدين والشعب المصري الشعب المسلم؟ الحاجه اللي اباحها الدين اللي اباحها الايه الاسلام الحاجه اللي هي لا تحرك الشهوه ولا تحرك بس الغريزه بس ايوه اللي تحرك بيت الغريزه بيت عند بيت الشباب يا مولانا دلوقتي ولا مثلا تؤدي الى منظر خلاعي ولا تؤدي الى منظر اباحي. انا بتكلم على الموسيقى على السمع وهي الموسيقى ما هي بتجيب الحاجات دي كلها لكن لو كانت في وانت بتسمع الوقت يا دكتور خيال انت بتسمع موسيقى لروحها كده مصنفه لروحها لا لو في موسيقى في ناس بتسمع موسيقى من غير اي كلام لا 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 طبعا الموسيقى لازم فيها في يعني لا ما حد من غير كلام في موسيقى من غير كلام انا ممكن اسمع موسيقى من غير كلام طبعا صح ده عمر خيرت بيلعب الموسيقى بيخليك تسبح في عالم تاني من بودنا يا صديقي العزيز الحكايه كلها ان احنا اصبحنا دلوقتي نسبع من العين بنسمع بالعين ده صحيح بالأذن. اتطمست الحكايه دي اتقفلت ودانهم بيسمعوا بعينيهم الكليب والحاجات اللي احنا شايفينها دي لوثت الدنيا دي كلها صح. احنا بنقول ان احنا مش عايزين الحاجات اللي احنا بدانا نشوف لا كلمه طب وش بتمحوها كنقابه مثلا ما عندناش اليه ما قدمتوش قانون زي لوزارة الأوائل انت تعرف دي أساءت للدين والإخلاق وأساءت للدين خليني أقول لك طيب ده إيه احنا عندناش آلية القانون بيدينا الحق في محاسبة عضو الرقابة فقط ولكن فيما عدا هذا ماليش عليه سلطان الدولة بقى الدولة ليه عليها سلطان اللي هي بوليس الأداب إلى آخره وفعلا في نماذج احنا بنبلغ عنها والدولة بتتعامل معها ونماذج كتير حصل ده لكن انا ما عنديش آلية والغنوة بتقدم او على مسرح او في مكان سياحي لمدة 10 دقائق 5 دقائق ويمشي لو انا عندي آلية الضبط انا اللي هضبط يعني مش حداكم قانون الضبط القضائية عملنا ايوه الفنان هاني شاكر وصل لانه خدنا تم منحنا من الوزير السابق احمد الزين ان شاء الله احمد الزين الضبط القضائي تمام بعد خدنا الضبط ايه اللي حصل الدنيا قامت وقعدت ومش هنقولش مشايخ بقى هنقول ناس ملهاش في الموضوع وناس تانية قالت ازاي الموسيقيين ما عندهم ضبطيه قضائيه وفاهمين الموضوع غلط خالص ان ممكن ضبطيه قضائيه وهو ماشي في الشارع ضبطيه قضائيه في حد معين يقبض على دكتور لا اذا خل يقبض على دكتور يقبض لا لا اذا خل اذا خل طبعا ضبطيه قضائيه كل الحكايه انك تطبق من الموسيقيين على الموسيقيين يعني فئه خاصه مالهاش علاقه بدكتور في الشارع امام ماشي في الشارع صحفي مالوش علاقه ما احنا عدينا نفس الوضع ضبطيه قضائيه اثنين ان بيطبق على الخارج انا في الوقت ده كده انا اقدر اعاقب اللي مش عضو نقابه اقدر اعاقب اللي خارج عن عاقبه بمعنى ايه يعني ايه ده بتقضي كمان ما اقدرش اقبض عليه ماشي. بس انا بحرر المحضر وبيحول بالرقم اللي انا بعمله عضو على النيابه على النيابه على طول بدل ما استدعي الشرطه عقبال ما استدعي الشرطه وتيجي لا انت الراجل ده خلص ومشي صح كده انت في ماسك ميه بايدي افتح ما لقيتش حد طب القنوات دي اصلا اللي هي الموسيقى القنوات دي الحكومه سايبها لي الفضائيات اللي هي ايه القنوات اللي هي فيها اباحيات يعني الفضائيات دي دور دوله طب الحكومه سايبها لي دي دور دوله ده دور دولة بقى بمعنى ان في هيئة الاستثمار اي قناة بيجي تصريحها من هيئة الاستثمار وحضرتك عارف وبعد كده الله يستر الى اخره كويس ما هو او مين المنوط برقابة هؤلاء ومين اللي يقدر مش منوط المنوط ويقدر طب انت لو قدرت تراقب ما يبث على ارضك هتقدر تراقب ما يبث من خارج ارضك لا طبعا والسموات مفتوحة ما احنا باذن كده محتاجين انه يربى الاطفال او المجتمع هو ده بالشكل الذي يليق بنا ايوه هو ده لما تسمع موسيقى مش حلوه تشوف حاجه مش حلوه هيتغير الولد نفسه مش هيقبل ده مش حابب ده ايه القرف هيقول ايه القرف ده احنا عايزين نوصل المرحله دي احنا زي برضه بحضرتك لو وصلت في مرحلتك وجودت لو سمع واحد من اخواننا البعده بتوع داعش وبتوع كان بيقول الكلام العبيط و70 حور عين لو فجرت لك ايه الكلام الفاضي ده ده متربي على عقيده دينيه مظبوطه الطفل اتربى على عقيده ايه الكلام الفاضي ده يروح قالب برضه لو شاف موسيقى او شاف حاجات من اللي احنا بنشوفه دلوقتي ايه ده الكلام الفاضي ده يروح قالب انا عايز النشأ او نربي الولد او الطفل بهذا الشكل ويطلع من عندنا هذه النماذج احنا نتمنى من الله عز وجل فعلا ان النشأ فعلا يطلع متربي فعلا فاهم واعي اخلاقيا واعي دينيا واعي فعلا على اساس ان هو يميز ما بين الحلال والحرام وإذا رأى الحرام يبعد عنه زي ما حضرتك بتقول ورأى المنكر يبعد عنه زي ما أنت حضرتك بتقول ونتمنى من الله عز وجل أن ربنا ينهض بالشعب المصري أو الشعب المسلم إلى أرقى الدرجات لأن كل حد جود في مكانه صدقني إلى أرقى كل حد الدرجات جود في مكانه في مكانه وما يدخلش في مكان أنا ما ينفعش أعتلي منبر
أنا لا طبعا ما ينفعش. وأنا واحد ما لازم ما ينفعش ان انا اقف على مسرح كل حد صحيح. يبقى لو كل حد جود في مكانه، مدرس الرياضيات ده جود في مكانه، مدرس الانجليش ده جود في مكانه، كل واحد عايز اخلاص نحط بمجتمع عايز اخلاص. لكن طول ما احنا كل واحد فينا باصص في المكان التاني وبيعاقب التاني، انت مقصر ليه ومش باصص لنفسه، يبقى فين؟ لا دي عايزه اتقان بقى في العمل. حضرتك بتقول لي انت ليه ما عملتش، ما انت بتقول له فين الدور بتاعكم مقلص وانتوا. قلت لك لا احنا عملنا كذا 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 وسحبت منا الضبطيه القضائيه بحكم محكمه، احنا كنا في طريقنا ده. يعني ساءت استخدامها، احنا ما استخدمناهاش، ما لحقناهاش، ما عرفتش استخدموها. اول ما طلعت الضبطيه القضائيه الدنيا قامت. وعلى فكره ما حدش استخدمها، المحكمه سحبت منا، هي طلعت من طلعت حدانا برضو، ما حدش منا استخدمها خالص. هي كشكل موجوده معاكم دلوقتي، موجوده موجوده حاليا معايا. تقدر تروح مثلا مسجد لو لقيت حاجه مخالفه بتحرر عادي. فعلا ببقى على طول تليفونيا عندي المسجد في الحاله الفلانيه ووضع كذا كذا كذا، تليفونيا بيحصل كلام. بس طبعا هي موقوفه حاليا دلوقتي، موقوفه موقوفه لان الاوقاف حاليا دلوقتي حطت ايديها على جميع يعني حوالي 90% من المساجد الايه بتاعت الدوله، خطباء مكافه وائمه. يا مولانا ده ماشي. طبيعي ماشي، ده الطبيعي اللي احنا ده الدور اللي انتوا تخليتوا عنه، اللي هو اصلا دوركم المنوط بيه. لا هو انت عايز المساجد بدأ كمان بدا يتفاعل فعلا حاليا، بدا بيتفاعل جدا، يتفاعل بعد ما انت تخليته عن دور. انت عايز المساجد مش تحت وسائط الاوقاف، لا كارثه. في لا في لحد دلوقتي مساجد كتير، في مساجد لا في مساجد لا في مساجد الاوقاف نفسها بيقدم فيها ما هو ضد الدين، مساجد الاوقاف نفسها. لا 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 طبعا لا ما فيش، لان حدانا اشراف. لا 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 ده عندكم، ده عند اعتقد في الشرقيه عندكم انتوا قدمتوا واحد امام كان قال حاجه مش فاكر، كان من اربع شهور خمسه كده ماشي. عندكم اي امام عندك؟ اي امام بيخل بعمل الاوقاف. لا هو اصلا مش تبع وزاره الاوقاف، مش معين ولا امام خطيب ولا اي لا حاجة. لا لو اي امام انحرف على طول ما يعني مين له الحق؟ يعني انا اقدر اروح دلوقتي اخطب الجمعه في لا طبعا ما احنا قلنا الامام لا، ولا عندي ايمان وعندي معلومات وما الى ذلك وهلتزم بالإيمان. ممنوع لا ممنوع ممنوع طبعا في مساجد الاوقاف ممنوع 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 لا طبعا. ولكن في مساجد خارج الاوقاف ونسبتها لا تقل عن 20% دي الجامعات الشرعيه يا استاذ طارق، الجامعات الشرعيه او الجامعات السلفيه اللي الاوقاف اصلا مش عارفه تسيطر عليهم. مين اللي يسمح لهم بترخيص؟ يعني مين اللي بيرخص؟ مش لهم مش لهم ترخيص، ده اجتهاد من نفسه كده مع نفسه كده شغال مع اي حق. يعني تلقاء نفسية كده من تلقاء نفسه، ما هو هو اللي بنيه على حسابه على نفقاته الخاصة وهو اللي بيديره، زي واحد بعمل عنده شركة وهو اللي بيديرها ينفع عادي. مع ان طلع قرار من الاوقاف قبل كده في السابق ان اي مسجد تحت الاوقاف، ما هو حاليا دلوقتي اي مسجد كده تم بناؤه احنا حاليا دلوقتي يعني اي مسجد زي عمود النور كده في الشارع تجيبه على حسابك في الارياف، تجيبه على حسابك اول ما تزرعه في الارض اصبح ملك للكهرباء مش ملكك انت، تقدرش تشيله. احنا حاليا الاوقاف عملت ده ولكن ولكن ما لا بنطبق فيه لا بنطبق فيه حاليا دلوقتي بنطبق حاليا حاليا بنطبق فيه فعلا. وكل المساجد حتى الاهليه حتى الزوايا الصغيره اصبحت تحت سيطره الزوايا الزوايا نفسها. اصل القرار كان مساجد لا لا زوايا ومساجد. عشان نخلص الحلقه نقارب على النفاذ خلينا ناخد منك فضيله الشيخ في نهايه الحلقه في اخر خمس دقائق من الحلقه، ايه هي الضوابط اللي ممكن ان نستخدمها اذا اردنا احياء ماده الموسيقى مره اخرى في المدارس؟ ما احنا قلنا الضوابط الشرعيه ان اذا تربى الطفل اخلاقيا وولي الامر فعلا غرس فيه العقيده الصحيحه الاخلاقيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يوم القيامه ان الله عز وجل يسال الاب عن ابنه قبل الابن يسال عن اباه. يعني معنى ذلك ان الاب فعلا يغرس الاعتقاد الصحيح في الابن، وبعد كده الابن طالما مشي في الطريق المنهج الصحيح خلاص بيبقى اصبح ايه مخير بقى يفعل ما يحلو له يفعل ما يحلو. بس اهم حاجه الضوابط الاسلاميه، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح خمس غضب الله عليهم في الدنيا والامر بهم في الاخره الشديد: امام يتكلم بالهوى، امام ياخذ حقه من رعيته، امام رجل استاجر اجيرا استوفى منه العمل ولم يوفيه حقه، رجل ظلم امراه في صدقه، رجل لم يامر اهله وولده بطاعه الله ولم يعلمهم ايه امر دينهم. يبقى اللي هنا الاول ايه امر الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم على امر الدين في البدايه، وهو ده القائم المفروض يعني يكون في كل اسره وفي كل مدرسه وفي كل معهد. امر الدين هو القائم الاول زي ما الاستاذ طارق قال. جميل. على الجانب الاخر استاذ طارق، ايه هي الضوابط اللي احنا ممكن نستخدمها او لو استخدمناها ستؤثر بالايجاب على المدارس الحكوميه او الخاصه بشكل عام؟ في ايه في الموسيقى في احياء ماده الموسيقى بشكل عام؟ اصل انا شايفه الحكايه دي كلها ان سهله وبسيطه ومش محتاجه هذا الجدل الواسع. يعني
الموسيقى هي مادة علمية، مادة علمية بتطبق في المدارس من قديم الأزل، من أكثر من 60-70 عام. فلو بصينا لها على أنها مادة علمية خلصت الحكاية، زيها زي التدريب المنزلي، زيها زي الرياضة، بقت مادة علمية. الرياضة الألعاب في العالم كله بقى علم، بقت صناعة، من علم الصناعة. حتى الكورة بقت صناعة، من الكورة من علم وصناعة، علم دراسة وكتب بتطلع وبتروح تشتري، بقت كده. احنا ليه عايزين نرجع لورا؟ الناس بيقولوا ان احنا ورا الغرب بخمسين سنة وبمئة سنة، ده مش صحيح. الغرب ماشي كده واحنا ماشيين العكس، هي دي الحقيقة. ليه مش عايزين؟ واحنا تقليد الغرب ده معناه كفر؟ لا، انا بقلد الغرب في علمهم، وإلا كنت أقلدهم في دينهم. ما في دول علمانية كتير، انا قلت لك نقلدها في دينها، في حد من المصريين او من العرب او من المسلمين او من المسيحيين قلد الدول الملحدة؟ ما حصلش، لكن قلدهم في علمهم. طب ما هو اليابانيين دولة ملحدة، طب ما هو الروس ملحدين، طب ما هو كتير من الدول كده. ولكن هل انت ما تأملش انك انت توصل لمرتبة نص اليابان؟ ما تأملش انك توصل لمرتبة نص روسيا علميا؟ ما اقولكش دين المال، انا ومال الدين بتاعهم ماليش علاقه بيهم، انا باخد منهم ما يلاز لي. ايوه علميا انت يعني علميا دي يبقى يعني لا كلمه عامه بقى في مجال الصناعه ومجال التجاره. ايوه في كله، مش خاصه فيهم مجال الموسيقى. الله يبارك فيك. فيما فيهم مجال الموسيقى في مهاره الصناعه والتجاره الموسيقى علم. ماشي، لان اتفقنا الموسيقى علم. فالنهارده خلينا في نهايه الحلقه ان الموسيقى علم. طبعا كويس. موسيقى علم. لا الموسيقى علم اختار، وعندك تربيه موسيقيه شرعي، عندك خلاص خلاص عندك كليه الموسيقى، عشان وقت الحلقه الموسيقيه في مصر في جامعه القاهره، كليه التربيه الموسيقيه. ماشي، جامعه القاهره ازاي مش علم؟ يا سي ما عندك معهد الموسيقى العربيه، يقول لك هو علم حرام. ماشي، ما انا هقول لك علم حرام، علم حرام صح. لا في نص، لا في النصوص الشرعيه، وفي لو سمعك رئيس يبقى علم حرام، او سمعك وزير التعليم يبقى علم حرام. ده حر، في نص علم حرام صح؟ عادي جدا. ما هو مش في الوقت، مش في الخمر مش بتدرس دلوقتي؟ لا لا بتدرس زند الخمر بتدرس دي. امال ايه؟ طب عشان وقت الحلقه، امال بيعصوها ازاي ويعملوها ازاي؟ عشان وقت الحلقه انتهى. في نهايه هذه الحلقه، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر خلنا بخل الشكر الضيف في الاستديو فضيله الشيخ محمد البنا مدير عام بوقف الشقيه. بشكرك شكرا جزيلا. على الجانب الاخر الكاتب الصحفي طارق مرتضى متحدث باسم نقابه المهن الموسيقيه. اهلا بك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين في كل مكان، بشكركم لحسن المتابعه، والى ان التقي بكم في حلقه قادمه وتحدي اخر. لكم من كل التحيه والتقدير، انا خالد صار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويدافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه